أي حرب بيكون ليها أهداف معلنة، لكن خلف الأبواب المغلقة بيكون في أهداف أخرى خفية، وأكبر مثال على ده هي الحرب اللي بنشوفها في أوكرانيا. بعد مرور أكتر من سنتين على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خرج لنا تصريح غريب من السيناتور الأمريكي لينزي جرام، وقال أوكرانيا مهمة لأمريكا بسبب مواردها. وهنا هنفهم أن الحرب بين الغرب وروسيا لها أسباب خفية، وأوكرانيا بالنسبة ليهم مجرد كنز مليان بالموارد الطبيعية. التقديرات بتشير إلى أن حوالي 20% من الاحتياطي العالمي من خامات التيتانيوم هو عنصر مهم لصناعة الطائرات في أوكرانيا، ده غير أنه تاني أكبر احتياطي معروف من الغاز في أوروبا بحوالي 1.9 تريليون متر مكعب. وفقاً لدراسة أجراها معهد أوكلاند في أمريكا، فروسيا سيطرت على رواسب من خامات الوقود والمعادن الأوكرانية واللي بتوصل قيمتها لأكثر من 12 تريليون دولار، ده غير أنه أوكرانيا خسرت حوالي 63% من احتياطيات الفحم و11% من النفط و20% من الغاز الطبيعي و42% من المعادن و33% من العناصر الأرضية النادرة لصالح روسيا. ممكن تفتكر أن أوكرانيا لسه بتحتفظ بأغلبية أراضيها وثرواتها، لكن للأسف الاعتقاد ده غلط، فأكثر من 28% من الأراضي الصالحة للزراعة في أوكرانيا مملوكة لمستثمرين أجانب معظمهم من أوروبا وأمريكا. ووفقاً لوزارة المالية الأوكرانية، ففي نهاية عام 2023 وصل الدين العام في أوكرانيا للرقم مفزع، وهو 80% من الناتج المحلي، وبلغ العجز في الميزانية لأكثر من 43 مليار دولار في 2024. تفتكر إزاي أوكرانيا بتغطي العجز ده؟ والإجابة هي المساعدات الغربية الأمريكية، وده معناه إن الحرب لو خلصت فأوكرانيا هيكون عليها ديون هائلة للغرب. فيا ترى موارد أوكرانيا هتكون تحت سيطرة مين في المستقبل؟ لو لسه عايز تعرف أكتر تابع الحلقة الجاية من برنامج في العموم.